قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. أين الكرة؟ ها هي، هيا ننقسم لفريقين ونبدأ باللعب. وأين ستلعبون؟ هنا في هذه المساحة الخضراء الواسعة. ولكن اللعب ممنوع هنا. ولماذا ممنوع؟ هل هو منزلكم يا أستاذ ناصر؟ ليس منزلاً لأحد، وإنما الحديقة للناس جميعاً. وهناك لافتة مكتوب عليها ممنوع اللعب كما ترى هناك. ربما حتى لا يفسد العشب من كثرة اللعب. لن يفسد بسبب لعبنا الآن. هيا، ألا تريد أن تلعب؟ هل تخاف أن أهزمك؟ سامي، ماذا تفعل هنا؟ كنت هذه المرافق لم توضع للعب كرة القدم، ثم إنها ممتلكات للجميع، ينبغي الحفاظ عليها ومداراتها. أنا آسف، كنت فقط أريد أن ألعب الكرة. لا مانع، هيا نلعب الكرة في الملاعب المخصصة لذلك. هيا 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 هيا, هيا, هيا. Oh, 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 oh,